هذه الملاحظة السادسة. الملاحظة السابعة، تعديل قانون الأحوال الشخصية. هذا القانون منذ أن ظهر في زمن الخمسينات كانت حوزة النجف ومراجع النجف يقفون بالضد منه، وأكثر من سعى للمخالفات في هذا القانون هو عبد الكريم قاسم. والقانون تم تعديله عام 59 في زمن عبد الكريم قاسم، واستعان عبد الكريم قاسم بأحد رجال القانون، وكانت عنده نية لتغيير حتى نظام الميراث المنصوص عليه في القرآن الكريم والمساواة بين الرجل والمرأة محاربة لله سبحانه وتعالى. الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وعبد الكريم قاسم يقول هما متساويان. وقد رد العلماء كتب بيانات ما شاكل ذلك. وأذكر أن السيد محمد بحر العلوم، محمد علي بحر العلوم أعتقد، كان عنده كتاب اسمه أضواء على قانون الأحوال الشخصية، رد فيه على تلك النوايا التي كانت عند السلطة لوضع قانون للأحوال الشخصية. هذا القانون في كثير من مفاصله مخالف للشريعة. الآن هذا التعديل الجديد هل هو مطلوب؟ هل الحوزة تريده؟ هل المراجع يريدونه؟ هل العلماء يريدونه؟ الفيصل في ذلك هو ماذا؟ هو المحتوى. هل هذا القانون الجديد الذي هو التعديل يوافق الشريعة؟ فهو مطلوب. هل القانون السابق يخالف الشريعة؟ فهو مرفوض. هذا هو المعيار. وقد صدرت فتوى من مكتب السيد السيستاني حول هذه القضية، وظهر العديد من العلماء والأساتذة في الدعوة إلى تعديل هذا القانون، مع أنه كل الدول كما يقال الخليجية القريبة عندنا تعمل بقانون مشابه لهذا القانون، ولا يوجد في أي دولة من هذه الدول الخليجية القريبة علينا دولة لا تسمح باستعمال قوانين الشرع في قافي الأحوال الشخصية. حتى الدول التي هي طابعها العام العلماني، ولكنها في الأحوال الشخصية توافق على ذلك. هذه الملاحظة السابعة. الملاحظة الثامنة،